السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الحليوة تجي زوينة، تنحتاجوا في المقادير ديالها. عندي هنايا ربع ديال الزبدة، أنا كندير غير لذة. هنا كنت دايرة في الثلاجة ودرت شوية دابت، ربعة 250 غرام. هنا جوج كيسان ديال السنيدة، بار ديال العنبة، نفسهم جوج كيسان ديال الزيت، جوج معالق ديال كريم باتيسير، جوج معالق معامرينش بزاف. هنايا ثلاثة ديال البيضات، هاد الليمون راه تيكون زوين ماشي الماندالين، في واحد المذاق زوين. هنا درت ثلاثة المعالق كبار، ثلاثة ديال البيضات، واحد خمارة، واحد فاني، كيلو ديال الدقيق. الدقيق تيبقى على حساب النوعية وعلى حساب البيض. بسم الله، غندوزو هنايا نديرو الزبدة. ندير عليها السنيدة الكيسان، هاد الصابلي راه تيجي زوين وساهل. ملي ضربت دابا ثلاثة ديال البيضات زدتهم، غادي نزيد معلقة ديال عصير البرتقال، هاد الليمون راه فيه واحد المذاق مختلف على الليمون الاخر، على الماندالين ولا نافي. زيت الزيت، اللي بغى يدير غير نصف ديال الكميه يدير، كيدير غير النص ديال هادشي. المقادير كاملين اللي درت راه كتخرج كميه كثيره. دير جوج معالق ديال كريم باتيسير، هادي ديال الحامض عندي رفيتي واحد المذاق زوين. نزيد عليهم واحد فاني، وبالنسبة للحلوى راه ضروري غتكون نوعية جيدة ديال الدقيق الأبيض اللي خاص بالحلويات. صافي، أنا غنستمر بحال هكا حتى نكمل. من بعد ما جمعت العجينه ديالنا، زادت ليا كيلو ديال الطحين، غادي نقسمها على جوج. هاد النص غادي ندير فيه بودره الكاكاو، الزيت باش تذوب معاها باش تبدل ليا اللون دغيا. بغيتك حلى بزاف، انا غنزيدها واحده اخرى، غندير جوج وغنبقى ندخل فيه بودره الكاكاو بشويه بشويه. نزيد واحده اخرى، حنا غندير الساشيه الثانيه.
دابا صافي انا جمعت هذه اللي درت فيها البودره الكاكاو، وهذه خليتها ما فيها والو. غندير جوج ديال الشكيلات وناخذ منها واحد شويه اللي غادي نورق. وعندي هذه ديال البطاطا ديال البصله، انا غندير بديل البصله اللي كتكون رقيقه. هذه الخلانيه ديالها هي اللي غادي نطبع بها. وهاد الطوابع هادو راه كيتباعوا معروفين، كيتباعوا خمسة ولا ما عرفت ستة، كيتباعوا غير بخمسة دراهم. والمد اللي غنحتاجو اللي غندلك بيه نورق بيه، ندير شوية ديال الطحين نرشو، أنا غندير بلاستيكة فوق منها باش دغيا تطبق. صافي نبدا بيه الطابع ونرشم بيه. خصني نورك مزيان باش تخرج طبعا مقاده. تيديروا بيه حساب الشكل ديال الغريبه، معروفه هذيك الحلوه ديال الطابع ديال البطاطا. هذه اللي بغى يديرها مربعه ولا اللي بغى يديرها مدوره، يضيف شويه ديال الطحين باش ما يلصقش لي. صافي ونبدا ندير في اللاطه، نهز وندير في اللاطه. دابا عندي اللاطه كان كنرشها غير بالطحين، الا ما كانش عندي الورق اللي غنفرش نرش بشويه ديال الطحين. صافي ونبدا نستف فيها. الا عندكم هادو راه تيهزو دغيا. درت ما بين جوج ديال البلاستيكات وغنسرحها بالمدلك. صافي غندوز عليها. بالنسبه للبلاستيك هذه ساهله دغيا كتهز من البلاستيكه. صافي نفس الطريقه راه بحال بحال. صافي نكمل بحال هكا ونتلاقاو ملي طيب ان شاء الله. هاد الشكل ديال الحلوه من بعد ما طابت وكملات كتخرج كميه كثيره. عندي هنايا الشكلاط، شكلاط الكحل. هاد البيضه غندير فيها شكلاط الكحل، وهادي غادي نلصقها بالشكلاط الابيض. انا ذوبته هنايا في حمام مريم، درت مع معلقه ديال الزيت، درته هنا في السلافه ودرته حتى طاب الماء، عاد درته كيبان لكم. صافي غادي نلصقهم بحال هكايا. نتوما ديروا اللي عجبكم، اللي عجبكم تلصقوه ديروا بيه. صافي غنكمل بحال هكا حتى هذا الكحل سوا ندير ليه الشكلاط الابيض ونطلق. من بعد ما كملت الحلوه لصقتها بالشكلاط، هادي درت ليها شكلاط الكحل
في الوسط وهذه البيض، نتوما لكم الاختيار، ديروا اللي يعجبكم. لصقوا باش ما بغيتم، تقدروا ديروا لا زيكزاك من الفوق بالشوكولات. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، نتمنى يعجبكم القناة ديالي. الى عجبتكم اشتركوا عندي في القناة، ديروا جيم وابوني وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا بزاف على التعليق ديالكم الزوينين، وبسلامة عليكم الى فيديو اخر.